وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل يسأل يقول: ما معنى قوله تعالى: حتى يرج الجمل في سم الخياط؟ الجمل معروف، وليس كما قال الزنديق علي منصور الكيالي أن الجمل هو الحبل. الجمل هو الجمل، الأصل في اللفظة القرآنية على ما يعرفه العرب. الأصل في اللفظ، هذه قاعدة من قواعد التفسير، أن الأصل في اللفظ القرآنية على ما يعرفه العرب. حينما آتي لرجل من البادي يقول له الجمل، هيروح يعرف الجمل هو البعير الكامل، ولا يقول الجمل هو الحبل الكبير الذي تربط به السفينة؟ ولا يسوغ له ذلك، لأنه ما هو عايش في البحر. والقرآن نزل لأناس يعيشون في الصحراء ولا يعيشون في البحار، وهذا زنديق علي منصور الكيالي. هذا والسم هو الفتحة، والخياط الإبرة، ذنيدل الإبرة اللي فيها المرود، هذا الإبرة المسل الكبير، والفتحة اللي فيه تسمى سم، إيش تسمى؟ سم الخياط. فمعناها كما قال ربنا تبارك وتعالى في أن هؤلاء الكفار لا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط، يعني لحد ما يدخل البعير في فتحة إبرة، إيش؟ في فتحة إبرة الخياطة. هذه هي معنى هذه الآية. الله عز وجل يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، في سورة الأعراف. فهذا هو المقصود بالجمل وسم الخياط. والجمل لها ثلاثة معاني: تأتي بمعنى الحوت الكبير والحبل الكبير الذي تشد به السفن، وتأتي بمعنى البعير، والمعنى المراد هو البعير، والمعنى المراد هو البعير، وإن كان المعنيان الآخران ليس بعيدان، لأنه ما بيجي حوت يدخل في فتحة الإبرة، ولا بيجي خيط كبير يدخل في فتحة الإبرة، الخيط حق السفن، لكن المقدم هو اللفظ الصحيح التي وردت في كلام ربنا تبارك وتعالى، وليس كما قال هذا الزنديق في ما خرج من إفكه وترهاته. فانتبهوا لذلك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.